السلام عليكم. الله وبركاته. كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بالنسبة للحديث النبوي، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هل هذه في الجماعة الأساسية أم لو أقيمت جماعة تانية يدخل فيها الحديث أيضا؟ عموما يعني هو مثلا لو الجماعة الأساسية انقضت وفي جماعة تانية وكانت في تشهد يدخل معاهم، ما ينتظرش يقوم جماعة جديدة. عموما هذا الذي أفهمه، والمسألة فيها خلاف.